ضيفنا الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور خضر، نعتذر منك ونرحب بك مجددا ونستأنف الحديث عن الشق الاقتصادي في هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا. تابعنا الآن المؤتمر الصحفي بين الزعيمين، كيف تابعت الأمر والجانب الاقتصادي في هذه الزيارة؟ طبعا خليني اقول لحضرتك ان زياره، يعني انا برى انها زياره تاريخيه جدا للوضع الاقتصادي العالمي، وده طبعا هتوطد العلاقات الاقتصاديه المصريه مع ارمينيا، طبعا لان احنا مصر بتسعى الى غزو المنتجات المصريه والى فتح افاق استثماريه عابره للحدود المصريه. نعم. فاعتقد دي هتزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين، ايضا هتزيد من حجم الاستثمارات سواء على المستوى الاستثمارات الداخليه او مستوى الاستثمارات الخارجيه. فاعتقد هيكون لها عوائد اقتصاديه ايجابيه خلال الفتره القادمه. طبعا ايضا مزيد من المنح والحوافز اللي بتقدمها الدوله المصريه طبعا لجذب الاستثمارات في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. طبعا قناه السويس ارى انها ستكون قاصره للاستثمارات خاصه مع الجانب الارميني ودول شرق اسيا، فده طبعا ستعيد الاستثمارات بشكل خاص جدا لتلك المنطقه خلال الفتره المستقبليه. نعم. الافاق الرحبة التي تتمتع بها مصر وأرمينيا اقتصاديا والإمكانات أيضا التي تمتلكها هاتان الدولتان، كيف يمكن الاستفادة منها؟ يعني الآن تسعى مصر لأن تكون أرمينيا بوابة الصادرات المصرية إلى أوروبا، والعكس أيضا تسعى أرمينيا من خلال مصر أن تكون بوابتها إلى القارة الأفريقية، كيف يمكن تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع؟ بالتاكيد طبعا الاقتصاد المصري اصبح ذات كيان اقتصادي خلال الفتره الاخيره بما طبعا حققه من انجازات على ارض الواقع، وبالتالي القياده المصريه تسعى الى توصيل المنتج المحلي من خلال توطين الصناعه المصريه بشكل كامل، واعتقد ان احنا هدف استراتيجي كبير جدا ان احنا محتاجين نزود حجم الصادرات المصريه وان نشجع كل ما يصنع في مصر، وده طبعا هتكون لها دور مهم جدا غزو المنتجات المصريه الى ارمينيا خلال الفتره القادمه، لان طبعا سوق اسيا طبعا ده سوق مهم جدا في الاستثمارات وفي المنتجات. ايضا فكره ان احنا طبعا لدينا بيئه مناسبه وتهيئه المناخ المناسب للاستثمارات الارمينيه، فاعتقد ده هيكون ليه دور مهم برضه في الاستثمارات ارمينيا في مصر طبعا. وايضا فتح الافاق ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن ايضا على المستوى قطاع السياحه، طبعا احنا مصر بتسعى الى تنشيط قطاع السياحه والتسويق الجيد للسياحه المصريه طبعا، لان ده هيساهم في تدفق العمله الصعبه. فاعتقد هيكون في هناك تعاون مشترك وتعزيز الشراكه بين ارمينيا وبين مصر طبعا خلال الفتره المقبله. نعم. اخيرا ضيفي الكريم دكتور خضر، توقيت الزياره، كيف رايت توقيت الزياره سواء إلى أرمينيا أو أذربيجان أو الهند، الجولة هذه الجولة الآسيوية اقتصاديا في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم جميعا؟ طبعا هي زيارة مهمة جدا طبعا، زي ما قلت لحضرتك في توقيت صعب على الاقتصادات العالمية، ولكن الدولة المصرية والقيادة المصرية لها رؤية أخرى في توطيد العلاقات الدولية والاقتصادية، يعني فكرة فتح آفاق جديدة مع دول آسيا طبعا، وده هيكون ليه مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وأيضا على الاقتصاد الهندي والاقتصاد الأرميني واقتصاد أذربيجان، فأعتقد إن شاء الله ده هيكون ليه شراكة وتعزيز تلك الشراكة خلال الفترة القادمة لتزيد من حجم التبادل التجاري بين جميع الدول حتى تساهم في الخروج من الأزمات الاقتصادية اللي بتواجه العالم. نعم. الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.